بمعناته ان الحضور او التاخر صفر، ما وقت صح. الفريق الثاني حضر، كيف يفوز الفريق اذا كانت متوزعه 25% 25%؟ كيف يا اخي فكره غدو هذه؟ والله هي مفروض انها تلغى ويصلون الشباب العصر ويرجعون يرقدون يريحون. يعني ما وضحت الى الان، ما وضحت، ما اتضحت للأحد. التقييم تقصد يا اخي؟ التقييم لا، ما انت وكيف انت ما تنتقد يا ابو علي، انتبه. وكيف كيف فاز ضاحي؟ لا تنتقده، ليش؟ يمكن تطبخ محله يوم الايام، ما تدري. كيف فاز ضاحي؟ وانواع الطبخه واختيار الطبخات والمقدمين والبرود. طيب ابى اسال فهد، بسالك انت، ركز معي فهد. صدق. انا طلبتك تنزل جوالك والحين ماسك جوالك. لا تفضل. احنا شفنا قبل تقييم ابو علي كيف كان، قال الشكل متعادلين، الحضور متعادلين، هل هو نفس السياسه لا زالت تطبق؟ يحكم على الطعم فقط والباقي لا؟ هذا هو الاليه. ما انت ايش تشوف؟ انت ايش تشوف؟ انت معك عيون ومعك عقل. ما ادري والله. انت معك مخ. انا بسالك سؤال منطقي اكثر. وفي من الظلم اللي يمكن ما حد طرحه لا من الجمهور، تمام؟ وتكلم عنه عزيز في فتره من الفترات الله يذكره بالخير وراح، لكن انا كنت ضد عزيز هذاك اليوم، لكن في الاسبوع هذا لا انا معه لسبب. في فتره خروج المتسابقين ما كان فيه برايم، صح ولا لا؟ فتره خروج المتسابقين في العيد ما كان فيه برايم. ما كان فيه برايم. الدرجات كيف حسبت؟ اسبوعين. رحلت. رحلت اسبوعين صح؟ ايه؟ يعني المتسابقين اللي دخلوا امس اوتسايد، المتسابقين اللي ما هم يوم الجمعه طلعوا، ايه؟ ما هم المفروض يوم الجمعه اليوم اللي طلعوا فيه العيد يحسبوا النقاط اوتسايد، رح لك الاسبوع الجاي. صار جمع اسبوعين صح؟ ايوه. لك ان تتخيل هذه اسبوعين، اسبوع ويمكن يومين، اي اسبوع وثلاث ايام، ويوثلاث رجعوا الثلاث. لك ان تتخيل انت استاذ سعيد والمشاهد الكريم طالع بهاج في خلال هالاسبوعين هذه دخل ثلاث مرات، يعني اصبر عشان نحسب الايام، اعذرني ابو عبد الله خلينا نحسب. لا لا بعطيك بس اربع متسابقين مثال فقط، مثال إيه؟ ثلاث مرات من اصل، من اصل كم يوم اللي هو من اصل 90 6 وثلاثه 9 ايام إيه؟ دخل ثلاث مرات. خالد الدوسري دخل ثلاث مرات. طيب هذه ستة. لحظة. نواف العصيبي، حمادة، طاحي دخلوا مرة واحدة. في تكلم أسبوعين. شوف قبل كنا نقول شوف الأسبوع ما يكفي، واحد يدخل يومين، واحد يدخل يوم عادي، واحد دخل يومين، واحد يوم عادي، لأن هذه قرعة. وعدد كبير. إيه وعدد كبير. اليوم في أسبوعين معقولة ما في أحد فكر أن هذه منافسة وأنك لابد أن تكون هناك عدالة منافسة؟ ان لابد ان الدرجات توزع قبل يطلع. كيف ضاحي وحماده ونواف يدخلون مره واحده وفي متسابقين اثنين دخلوا ثلاث مرات؟ اذا استغراب الشباب كيف؟ استغراب الشباب بتواجدهم في الاوتسايد منطقي، يعني يستغرب يقول ايش جابني هنا، ايش جابك هنا؟ لانك ما تدخل فقره قدوه وهي فقره على نقاط الا مره، وغيرك تدخل ثلاث مرات. هل تعلم، هل تعلم صديقي المستمع ان عدد المتسابقين قبل يخرج عبد الله محمد 17؟ بمعنى ان خلال أربع أيام تدور، أنت معي يا سعود؟ إسلم؟ خلال أربع أيام، عشان كنت يعني صاحب أرقام ما كنت توضح لي. خلال عدد المتسابقين 17، خلال أربع أيام يستطيع جميع 17 ذولا يدخلون المطبخ بمعدل أربع أشخاص كل يوم. وانتهى الموضوع. كل يوم. يعني المفروض غدوة تصير أربع أيام، وإحنا تكلمنا فيها الأسبوع أربع أيام ترى يغطون الطلب. هذا المفترض. ليش ما ليش؟ طيب تقريباً تقريباً تقريباً. نعم. طيب عندنا سلطان الهميلي جاء ولا لا؟ يبغى غرفة التواصل. طيب معنا